مراجعة طبية أجريت من قبل علماء مستقلين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل أشارت إلى أن العديد من الدراسات كانت متحيزة، فلقد اعتدنا أن نعتقد أن الشيء السيء الوحيد في الأطعمة المعالجة بإفراط هو احتوائها على الكثير من الدهون والسكر والملح، فإذا ظهرت نسخة معدلة بكميات منخفضة من هذه المكونات واحتوت على سعرات حرارية أقل فسيكون من الجيد تناولها حسب الاعتقاد السائد، لكن الواقع مغاير، فتجاهل حقيقة أن هذه الأطعمة تفتقر تماماً إلى البنية الطبيعية المعروفة باسم مصفوفة الغذاء واحتوائها على المواد الكيميائية التي تجعل الشخص يشعر بالجوع ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض والموت المبكر. فالأطعمة المعالجة عادة تحتوي على مستويات منخفضة جدا من البروتين عالي الجودة والألياف والمواد الكيميائية النباتية المفيدة، لأن أي محتوى نباتي أصلي يتم تجريده من العناصر الغذائية وتم تصميمه بذكاء لتكون مربحة للغاية بمكونات منخفضة التكلفة وعمر تخزين طويل ومنتجات مريحة جاهزة للاستهلاك ومستصاغة للغاية، حيث أظهرت الدراسات أن الأطعمة فائقة المعالجة مستصاغة للغاية لدرجة أنها تؤكل بصورة أكثر بكثير مما يحتاجه الشخص، وهذا خبر سار لشركات المواد الغذائية ولكنها أخبار سيئة لصحة المستهلكين. فالأطعمة المعالجة تعد مصدراً لأكثر من نصف متوسط السعرات الحرارية للبالغين في المملكة المتحدة وبنسب أعلى بين الأطفال والمراهقين. وكأفضل نصيحة قدمت من قبل القائمين على الدراسة الحديثة، فإن تناول المزيد من النباتات الكاملة والاستماع إلى احتياجات الجسم المتغيرة والابتعاد عن الأطعمة فائقة المعالجة والمحليات الكيميائية تعد الحل الأفضل لحياة صحية. حديث بشكل موسع مشاهدينا حول هذا الموضوع، معنا استشاري أمراض الجهاز الهضمي والسمنة الدكتور محمد رشيد. صباح الخير. صباح الخير حمزة، كيفك؟ أهلا وسهلا بك معنا. بداية، ما هي أبرز الأطعمة المعالجة وما الأثر أيضا على جسم الأشخاص؟ تمام. هلا حمزة بدي أرجع لإشي مهم جدا أنت حكيته، الأطعمة. هل هاي الأشياء اللي بناكلها إحنا أطعمة ولا لا؟ الأطعمة إنك تروح عند اللحام تأخذ لك لحمة، تمشي بالشارع وتاخذ لك مثلا بوكسة بندورة او شيء، هاي الأطعمة، هذا الفود. ولكن باقي الامور هاي كليات الأطعمة بنحكي عنها حسب درجة معالجتها. ففي أطعمة تستعمل للدايت عشان الواحد يخفف وزنه، وفي أطعمة تستعمل للطاقة اللي هي انرجي درينكس هاي، وفي أطعمة تستخدم لأشياء اخرى مثل تساقط الشعر، الامور الثانية كلياتها. فحسب شو نوع الطعام وليش أنا باخده وكيف معالجته. يعني اللي عامل دايت، معالجة الطعام بده يكون بده يقيموا منه الجلوكوز، يقيموا منه السعرات الحرارية، يقيموا منه الكربوهيدرات، يخلوا لك شوية بروتين. اللي بده يأخذ للطاقة بالعكس بده يزودوا لك أكثر. فأنواع الأطعمة المعالجة أو الألترا بروسيست فود كثيرة، من تفتح التلاجة تلاقي بار زي شوكولاتة فيه كالوريز عالية، للشيكس اللي هي الأشياء زي الشربات والعصائر بتنعطى بالبادي بيلدينج، تمام، لا الأطعمة اللي هي الباكت اللي هي بتحطها بالمايكروويف وبتحطها عشان ما تخرب. فتخيل أنت بدك تحط أكل بالتلاجة يقعد أسبوع كامل ما يخرب، فقديش بتكون كمية المعالجة فيها. فأنواع المعالجة للأطعمة كثيرة وآثارها كمان بيعتمد على إيش بتاخدها، وإلها أشياء مشاكل كثير هلأ بنحكي فيها طبعا لهاي الإشي. يعني بما أنها هي لها مشاكل، خلينا نبلش بميزاتها. تمام. ليش نبلش بالسلبية؟ عشان ما نكون سلبيين، نكون إيجابيين. الإيجابيات ومن ثم السلبيات. إحنا هلأ بعصر السرعة، يعني كل واحد بده على السريع. يعني ما في ما بدي أقعد أكل وجبة ونص ساعة زمان شيء زي هيك، بدي أفتح البار هيك أكله وخلاص. فأول شغلة هي سريعة ولكن هي غالية، يعني مش رخيصة إذا بتعرف. يعني ممكن واحدة من الأطعمة هاي تكون أغلى من السعر الطبيعي. easy to made، يعني بسهولة بتحضرها. الشلف لايف تبعها، يعني انك تنحط على الشلف وتاكلها بجوز بعد اسبوعين ثلاثه. يعني شبه لك اللي بيطلع على الفضاء هذول، فهمت علي كيف؟ بعد 6 اشهر 7 اشهر. هذا بروسيس فود، هذا الفود اللي بعد الاكل سنه وسنتين موجود زي ما هو ونفس الطعم بتلاقيه. فالميزه الوحيده اللي فيها انه اول شغله سهل التحضير، سريعه فبنتناول الجميع، بتحطها باي محل، ولها كميات اكثر. وغير هيك
الماركتينج او شركات الاطعمه بتحكي للناس انه هاي بتعطيك نتيجه احسن من الاكل الطبيعي، وهذا الحكي اللي بنحكي فيه اليوم انه ممكن هذا الحكي مش 100% صحيح. هاي الايجابيات، نروح للسلبيات. السلبيات، هلا انت زي ما حكينا شو المبدا؟ انه انت في بجسمك وبجسمي يا حمزه بكتيريا. هاي البكتيريا الله خلقنا فيها، انا بكتيريتي غير بكتيريتك. واعطيك مثال بسيط، انه جابوا مثال لفارين، فار كتير ناصح وفار كتير سلم مش ناصح، واخذوا البكتيريا الموجوده عند الفار اللي مش ناصح حطوها للفار الناصح، لقوا الفار الناصح قاعد عم بنزل وزنه، فانت جزء منك انت هيك سلم، وهذا لانه غير انه جيناتك هيك، نوع البكتيريا اللي عندك مختلفه عن كثير ناس. هاي البكتيريا مهمه للوزن، مهمه للامراض المناعيه، مهمه للالتهابات كنظام دفاعي ديفنس سيستم، مهمه لامراض المناعه اللي في الجلد في الهاد. بس تاخذ انت هاي المكملات اللي بنحكي عنها بتغير نوع البكتيريا اللي عندك، فهي غيرت كثير من جسمك، غيرت نوع المناعه اللي عندك، غيرت الوزن تبعك، غيرت كيف الجسم بتعامل مع الاطعمه اللي بكلها. فهي اول سلبيه لها انه هي بتاثر على الميكروبيوتا او البكتيريا النافعه الموجوده في الجهاز الهضمي، وهي لها توابع كثيره. طيب، امراض كثيره. هي اول نقطه. حلو، خلصنا من النقطة الأولى. طيب، وغيرت من البكتيريا اللي موجودة في جسم الإنسان اللي هي نافعة التي خلق الإنسان عليها. بالضبط بالضبط. شو تأثير تغيير هذه البكتيريا؟ بالضبط، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض مناعية، أمراض القولون، إسهالات قد تؤثر على السكري والأمراض المناعية الأخرى، زيادة وزن، تقليل وزن، نفخة، غازات، الامور هاي كلياتها. في دراسات هلا بيحكي انه التهابات المفاصل، الامور هاي كلياتها بتصير عرضه اكثر من غيرك ممكن للالتهابات الشتويه، للكورونا، الامور هاي كلياتها. فعشان هيك الناس اللي بياخذوا مضادات حيويه كثيره بصير مناعتهم قليله، لانه طيب. اول شغله البكتيريا المنيحه او النافعه بتروح من الجسم، فبيجي بدالها بكتيريا غير نافعه، فبصير عندك مقاومه الجسم للامراض أقل. مناعتك اقل، وهذا كثير مهم. فانت قاعد عم تلعب بالمايكروبيوتا او البكتيريا اللي الله خلقك فيها اللي هي مهمه لكمال جسمك. طيب، بعد كم من المده الزمنيه؟ يعني انا مثلا عندي مثلا نظام معين بتبعه، فالجا اني اكل الاطعمه المعالجه. تمام. ما هي المده الزمنيه بحيث انه تتضرر طبعا البكتيريا المفيده؟ 100%، يوم يومين ثلاثه ممكن، يعني ممكن الافكت يبلش بالاول او ثاني يوم، ولكن انت فرق ان قعدت على ادويه معالجه لمده اسبوع غير ما قعدت عليها ثلاث اشهر. يعني ممكن هاي الادويه ناخذها، او عفوا الاطعمه المعالجه ناخذها شهر لشيء معين. واحد بده يدخل تدريب، بده ينزل وزنه، يزيد وزنه، ملاكمه، شيء زي هيك. عندنا امراض كثير بنعملها بالمستشفيات للمرضى اللي ما بيقدروا يبلعوا او ياكلوا، عندهم مشاكل صحيه، ما بيقدر ياكل كميه والله 2000 كالوريز، بنضطر نعطيهم بكميات بسيطه، ولكن مش اكثر من شهر وشهرين، اكثر من شهر وشهرين بصير في مشاكل اللي حكينا عنها، وهي اول مشكله لسه حكينا عنها. طيب، هذه اول مشكله. تمام، نروح للمشاكل الثانيه. والمشاكل الثانيه، هلا الناس بتعد كالوريز، بتعد سعرات حراريه، بتفكر انه كل شيء فيه سعرات حراريه. فانا لو بعطيك هلا خبزه توست وبحط عليها شويه مثلا نحكي لبن، شوكولاته، لبن اللي هي، وبعطيك بار شوكولاته، قطعه شوكولاته، هاي فيها 100 كالوري وهاي فيها 100 كالوري. هاي ال 100 كالوري اللي انت اخذتها بتدخل الجسم، الجسم دغري بيمتصها، فبصير السكر عندك كثير عالي مره واحده، بسميها جلايسيميك سبايك، يعني السكر عالي. ليش؟ لانه الجسم دغري هضمها. بينما يوم تاخذ التوست بده الجسم يهضمها ساعتين ثلاثه، فالسكر شوي شوي بزيد هون. تمام، هلا السكر هون بس زاد مره واحده ونزل، تمام، رح تضلك جوعان بقى اليوم، رح تاكل اكثر. فعشان هيك بحكي لك يا اخي انا باكل هاي الاشياء، بس بنصح لانك قاعد عم تاكل اكثر، لانه هاي بتخليك تحفز انك تاكل اكثر، لانك اخذت السكر طلع سكر، بعدين ضليتك جوعان. بينما التوست اللي حكينا عنها اللي فيها نفس الشيء ال 100 كالوري، هاي بتخليك شبعان لمده 3 أو 4 ساعات. تمام، وهذا الجسم اللي الله خلقنا، دماغنا مبرمج على شيء طبيعي، هذا مش هاي الشغله. واضحه الامور؟ هاي نقطه. فانت يا اما بصير تاكل اكثر، تمام، لانه خلص انت بصير هالسبايك هذا، يا اما الشغله الثانيه، اذا انت اكلت افرز سعرات واطيه، تمام، ما بعطيك السكر هذا، اذا ما بعطيك السكر هاي وكميه السكر، تمام، جسمك راح يطلب كمان اكل، فراح تصير تاكل اكثر، لانه انت
هل 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 هالبار نرجع عليها اللي اخذتها او القطعه ما اعطتك سعرات الحراريه لنا، فبدي اصير جوعان، جسمي الهرمونات الموجوده في المعده بدي اكل، بدي سرفايف. طيب. هاي ثاني نقطه. حلو، يعني بي بي بشكل يعني عام في بعض الاشخاص تضطر طبعا انها تذهب لهذا النوع من الاختيار 100% لاي سبب من الاسباب. نعم. هنا يقع هذا الشخص ما بين نارين، بين انه هو مضطر على تناول هذه الاطعمه المعالجه، وما بين هو يعني يخشى على صحه وسلامه جسده. تمام. حتى على المستوى البعيد زي ما تفضلت، شهر شهرين ثلاث ممكن تبدا يعني تظهر عليه اعراض او يعاني من مشاكل واضطرابات. كيف من الممكن ان نمسك العصا من المنتصف في مثل هذه الحالات؟ انا بحكي للمريض انت ما تمسك العصا من المنتصف، خلي الدكتور هو اللي يمسك العصا من المنتصف او الخبير يمسك العصا من المنتصف. تمام، لانه انت هاي الاطعمه كمان بكون ناقص فيها شويه فيتامينات والامور هاي كلياتها، ما بعرف تاثير هاي الاطعمه على صحه حمزه او على صحه محمد او على صحه فلان، فانت بدك خبير. فانا قبل ما ابلش باي نظام غذائي معين وبروسيسد فود والامور هاي كلياتها، بدي استشير صاحب الاختصاص اللي هو الطبيب او خبير التغذيه المنيح، انه يحكي لنا والله هل هي ضاره مش ضاره، بلكي عندك الكوليسترول عالي، بلكي عندك مشكله في السكر، كنا نحكي قبل الهواء على مشاكل السكر والامور هاي كلياتها، بلكي عندك مشكله في الفيتامينات وامتصاص الوعد، حساسيه قمح، 100 شغله وشغله. فانت ما بتقدر يعني اذا اخذت شيء لمده اسبوع اسبوعين ما في مشكله، مش ما في شيء راح يصير، بس اذا انت بدك تعمل لايف باترن، لايف باترن، لايف ستايل، انه لا، لانه هذا مهمه، لانه زي ما نحكي المعده من اهم الاشياء والاكل. طيب. للجسم. يعني لضيق الوقت انا بدي نصيحه ممكن تقدمها للناس اللي تحديدا اليوم عندهم بيعملوا دايت او بيلعبوا رياضه كمال الاجسام، فهم بيلجأوا ممكن بشكل مستمر لهذه الاطعمه وهي الحياه. تمام، ثلاث نصائح سريعه. تفضل. ابعدوا عن الانترنت، مش كل معلومات بالانترنت صح، وانت بتعرف هذا الكلام، فانت بروح على صاحب خبره، روح على صاحب خبره وراقب حالك، جسمك راح يحكي لك شو اللي قاعد عم بيصير، اعمل فحوصات دوريه دم، ومش غلط اذا انت بدك تبلش على هاي الامور كل ست اشهر تشوف طبيب او طبيب عام او طبيب باطني او جهاز هضمي عشان يشيك عليك، بس اهم شيء ما تشتغل براسك. يعني يكون في مختص ومرجع اويرنس الواحد يعرف بالضبط. اود ان اشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، وانت استشاري امراض الجهاز الهضمي والسمنه الدكتور محمد رشيد، شكرا لك. حبيبي، اهلا وسهلا، شكرا لك.